مباشرة أول ما استلمت شيلي يوني، أول أوتوميشن خطر في بالي زر الانتركم. مجرد ما ينضغط على زر الانتركم أستلم تنبيه وتفتح عندي الكاميرا الخارجية على الهاتف بشكل أوتوماتيكي. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم على قناة وي سمارت. اليوم عندنا مراجعة للجهاز الجديد من شيلي، شيلي يوني. هذا الجهاز جهاز جديد صدر من شيلي، وهي أول مراجعة لهذا الجهاز على اليوتيوب كامل عن طريق قناتنا وي سمارت. هذا الجهاز بتميز عن باقي أجهزة شيلي بإمكانية عمله مع أكثر من فولتية. كان إنه هذا الجهاز يعمل مع فولتية من 12 ل 36 فولت دي سي أو من 12 ل 24 فولت اي سي. ومن الميزات الإضافية لهذا الجهاز إنه ممكن نركب عليه سناسر أنالوج أو سناسر حرارة وسنسور للرطوبة. خلينا نتعرف على الجهاز بشكل أوسع. رح نفتح علبة الجهاز الآن، وهذا هو الجهاز زي ما احنا شايفين. الأسلاك كتيرة تعمل شوية إرباك، لكن هلا بنشرحها ونشوف شو المزايا رح يقدم لنا إياها هذا الجهاز. خلينا ناخد فكرة عن الجهاز من الخارج في البداية. طبعا الجهاز معزول بالكامل بطبقة شفافة عشان تحميه من الغبار والأتربة. راح تلمع معانا الطبقة الشفافة الآن على الكاميرا زي ما احنا شايفين. والجهاز الأنتين الخاصة بالوايرلس فيه خارجية زي ما احنا شايفين. عندنا 8 أسلاك على الجانب الأيمن للجهاز. أول سلكين من هذول الأسلاك هم أسلاك هم الباور اللي راح يغذوا الجهاز بالطاقة وراح يشغلوه. باقي الأسلاك راح نشرحها خلال الفيديو. وعندنا 2 أوتبوت للجهاز، كل سلكين يعتبروا أوتبوت من الجهة اليسرى للجهاز. خلينا نشغل الجهاز الآن. راح استخدم باور أدابتر خاص بالستلايت ريسيفر 12 فولت متوافق مع الجهاز، وراح نستخدم هاي الأدابتر عشان نركبها على الباور أدابتر ونحول المخرج الأدابتر هذا إلى بوزيتيف ونيجاتيف زي ما هو مبين معانا الآن على الشاشة. الآن شغلنا الجهاز عن طريق الباور أدابتر اللي ذكرناه، وراح نضيف الجهاز على التطبيق، نشرحه من داخل التطبيق وبعدين نضيف عليه حساس ونجربه مع الحساس. الآن راح ندخل على التطبيق كالعادة ونضيفه بالطريقة اللي احنا معتادين عليها. الجهاز ظهر عندنا على التطبيق مباشرة. ظهر الجهاز عندنا على التطبيق مباشرة، راح نسميه شيلي يوني. راح نختار غرفة التست ونضغط زر وراح نضيفه على كلاود. الجهاز جاهز الآن زي ما ظهر أمامنا. ظهر شيلي يوني 1 وهي شيلي يوني 2 اللي هم التو أوتبوت الموجودين عندنا. طبعا لو دخلنا على الجهاز راح نلاحظ انه التطبيق الآن غير جاهز تماما لاستقبال هذا الجهاز، فقد ظهر عندنا الباور. بإمكاننا نشغل أي أوتبوت من الموجودين على الجهاز، بإمكاننا نعمل أون وأوف للأوتبوت الأول والأوتبوت الثاني عشان نستطيع ندخل على الإعدادات بشكل كامل لحد ما يتم تحديث التطبيق بشكل مناسب عشان يستقبل هذا الجهاز. راح نضطر ندخل عن طريق الأي بي أدرس على هذا الجهاز، فراح نستخدم تطبيق مباشرة عشان نعرف شو الأي بي اللي أخذه الجهاز. أنا بستخدم تطبيق نت أنالايزر مباشرة، راح أعمل سكان على النتورك عشان أعرف شو الأي بي اللي أخذه هذا الجهاز. راح أبحث عن الجهاز. الآن ظهر عندي إنه الجهاز ماخذ أي بي 116، فمباشرة عن طريق هذا التطبيق عرفت إنه الأي بي 116. مباشرة راح ندخل على الويب براوزر وندخل الأي بي أدرس مباشرة على المتصفح عشان ندخل على الويب يوزر انترفيس. فراح أدخل على 116، راح تظهر عندي الواجهة الرئيسية للجهاز زي ما احنا ظاهر عندنا الآن. هاي هي الواجهة المفروض تظهر على التطبيق، لكن التطبيق يحتاج إلى تحديث عشان تظهر هاي الواجهة عليه. زي ما ظهر أمامنا الآن عندنا الشانل الأولى والشانل الثانية، وعندنا الـ ADC فولت، وعندنا السيتنج المعتاد اللي احنا بنعرفها على أجهزة شيلي. الـ ADC فولت هذه المنطقة اللي هي الـ Analog to Digital Converter، بما معناته إنه هذا الجهاز بإمكانه نركب عليه سنسور.
هذا السنسور يكون انالوج، وهذا الجهاز يحول القراءة اللي بقرأها من هذا السنسور إلى ديجيتال وبحولها إلى فولتية، وهاي الفولتية بنستطيع عن طريقها نعمل أوتوميشن. ومن أمثلة على هذا السنسور، هذا السنسور الموجود أمامنا، هذا السنسور الموجود أمامنا اسمه رين سنسور. بإمكان هذا السنسور إنه يقيس ارتفاع الماء، مجرد ما يلامس الماء من هذا الاتجاه راح يقيس ارتفاعها ويحول هذا الارتفاع إلى إشارة. شي اللي راح تاخذ هاي الإشارة وتحولها إلى فولتية، هاي الفولتية بإمكاننا إنه احنا نبني عليها أوتوميشن ونتحكم بالأجهزة عن طريقها. راح نركب هذا السنسور ونجربه مع بعض. خلينا نشوف شو في كمان خيارات. أنا هاي المرة استقصدت أفوت على التطبيق قبل ما نبلش على الجهاز عشان الصورة تبدأ توضح على التطبيق بعدين بنوضحها على الجهاز. لو دخلنا على أي تشانل من الموجودين أمامنا راح نلاحظ إنه عندنا بإمكاننا نعمل عن طريق الـ ADC سنسور، بإمكاننا نعمل أوتوميشن، بإمكاننا نختار أكشن مباشرة يصير في حال إن الفولتية كانت أعلى من المطلوب أو أقل من المطلوب. بإمكاننا إنه إحنا نشغل التشانل أو نطفي التشانل الموجودة على هذا السنسور. بإمكاننا أن نطفي واحد من التشانل الموجودة بناء على الفولتية اللي هو راح يقرأها عن طريق السنسور. يعني إذا الفولتية زادت عن حد معين بدي تطفي الريلي الموجودة على هذا الجهاز اللي هو تشانل 1 على سبيل المثال. إذا الفولتية نزلت عن الحد اللي راح نحدده إحنا هون بإمكاننا أنه نشغل أو نطفي الريلي الموجود على هذا الجهاز، وهكذا. طبعا بإمكاننا أنه نعمل أكشن زي اللي حكيناه اللي هو عن طريق شيلي دايركت ديفايس تو ديفايس كوميونيكيشن، شرحناها في فيديو سابق. بإمكاننا نحط رابط هذا الجهاز مباشرة بس يشتغل، يضغط على رابط معين وينفذ أمر معين، شرحناها بشكل مفصل في فيديو سابق، رابطه راح يكون موجود في الأسفل. طبعا العديد من الإعدادات. فأنا حبيت تتعرفوا أول إشي على الواجهة الرئيسية للجهاز عشان تكون الصورة واضحة. طبعا بإمكاننا كمان نضيف على هذا الجهاز حساس حرارة أو حساس رطوبة، بإمكاننا نضيف لحد 3 حساسات حرارة أو حساس رطوبة واحد. طبعا من الحساسات المتوفرة اللي ممكن نضيفها هذا الحساس، رقم الحساس هذا رح يظهر عندنا على الشاشة الآن. هذا الحساس مجرد ما نضيفه على الجهاز رح يظهر عندنا خانة إضافية للحرارة، أو إذا أضفنا حساس رطوبة رح تظهر عندنا خانة إضافية للرطوبة، وبإمكاننا كمان نعمل عن طريقها أوتوميشن. رح أضيف أول جهاز رح أضيفه على الشيلي يوني الآن حساس الحرارة عشان نجربه مع بعض. طبعا احنا حكينا انه الجهاز عليه 8 اسلاك من هذا الجانب. اول سلكين استخدمناهم للباور عشان نغذي الجهاز في الباور. السلك الابيض اللي هو رقم 3 راح يكون للحساس الـ ADC اللي شرحناه قبل قليل اللي هو مثل هذا السنسور. 3 اسلاك اللي هم الاصفر والازرق والاخضر هذول مخصصين لسناسر الحرارة او الرطوبة. راح نركب الان على هذول 3 اسلاك وراح نجربهم الآن. فعنا 3 أسلاك موجودين على السنسور وعنا 3 أسلاك على الجهاز. راح نركب هاي الأسلاك الآن ونجرب السنسور. الآن ربطنا سنسور الحرارة على الأسلاك اللي ذكرناها، راح تظهر صورة الأسلاك اللي استخدمناها على الشاشة كمان، وظهرت عنا الحرارة على الواجهة الرئيسية للويب يوزر انترفيس، وبين معنا تمبرتشر 1 لأنه بإمكاننا نضيف 3 حساسات في نفس الوقت. طبعا بإمكاننا كمان نبني أوتوميشن عن طريق حساس الحرارة الموجود أمامنا. فلو دخلنا على التطبيق صار في عنا كمان تمبرتشر أوتوميشن، فصار بإمكاننا أنه نفس الحالة اللي ذكرناها في السابق، بإمكاننا في حال ارتفعت الحرارة عن حرارة معينة بإمكاننا أنه نشغل أو نطفي سويتش معين. طبعا الحكي اللي عم نحكيه الآن أو السويتش اللي بإمكاننا نطفيه أو نضويه بغض النظر عن وجود الإنترنت وعدم وجود الإنترنت، لأنه بتحكم بنفس الشيلي يوني بهاي الحالة. طبعا بإمكاننا نعمل أوتوميشن مع أجهزة أخرى عن طريق السينز، بهاي الحالة احنا بنحتاج الانترنت. فصار بإمكاننا نتحكم بالحرارة في حال ارتفعت عن حد معين، هتطفي هذا الجهاز او تضوي هذا الجهاز، تضوي او تطفي الريلي الموجود على الجهاز بكل سهولة. خلينا نجرب حساسية السنسور هذا. راح امسك السنسور في ايدي وارفع حرارته عشان نشوف حساسية هذا السنسور. زي ما احنا شايفين مباشرة بلش يرتفع السنسور على التطبيق، مباشرة ارتفع السنسور. خلينا نعمل اوتوميشن بسيط الآن. في حال الحرارة ارتفعت عن 28 مثلا بدي تطفي لي تشانل 1 اللي احنا موجودين عليها الآن. راح نعمل سيف. الآن الحرارة 26.8، راح اشغل تشانل 1. راح نرفع الحرارة لتشانل 1، نحاول نوصلها ل 28 عشان نطبق الاوتوميشن اللي ذكرناه. مباشرة طفت التشانل. هذا واحد من الاوتوميشن ممكن نستفيد منه عن طريق سنسور الحرارة. طبعا بإمكاننا نطبقه على أجهزة أخرى من أجهزة تشيلي عن طريق السينز أو عن طريق الدايركت ديفايس تو ديفايس كوميونيكيشن. خلينا نركب السنسور الآن اللي هو الـ ADC سنسور ونجربه.
الـ ADC سنسور رح نستخدم، رح أورجيكم إياها على جهاز شليوني آخر لأنه الأسلاك بدأت تربكنا على الجهاز. فالـ ADC سنسور عشان أنا أشغل الـ ADC سنسور محتاج السلك الأبيض اللي هو مخصص للـ ADC سنسور حسب الصورة رح تظهر عندنا على الشاشة الآن، ومحتاج السلك رقم 7 اللي هو البرتقالي عشان الجراوند. فأنا بحتاج سلك الداتا من السنسور يركب مباشرة معي على الشليوني، وبحتاج الجراوند يوصل كمان على السلك رقم 7 اللي هو السلك البرتقالي حسب اليوزر مانوال الموجود عندنا. في هاي الحالة عشان ما استخدم الحامل قصدير راح نربط على دائرة الآن سلك الداتا اللي موجود على حساس على الووتر سنسور، الرين ووتر سنسور اللي هو سلك S، مباشرة راح نربط على الوايت واير، وعندنا الناقص مباشرة راح نربط على رقم 7 اللي هو البرتقالي. وطبعا راح نغذي نفس السنسور في الطاقة، معنا نغذي هذا السنسور من 3 إلى 5 فولت. طبعا السناسر الانالوج سنسور خياراتها عديدة، هذا واحد من السناسر اللي وجدتها متوفرة محليا فجبتها مباشرة عشان التصوير، راح أجيب سناسر أخرى ونجربها كمان مع الجهاز. فراح نغذي السنسور الآن في الطاقة ومباشرة راح نربطه على الشليوني. الآن راح نستخدم لوح التجارب اللي هو البريد بورد الموجود أمامنا، هذا بيساعدنا إنه إحنا نستغني عن الحامل القصدير ونوصل الأسلاك من بين الأجهزة بسهولة أكتر. فراح نعطيه طاقة 3 فولت عشان نشغل فيها السنسور، عشان نربط السنسور مباشرة بشليوني. فراح أغذيه الآن في الطاقة، راح نستخدم كمان يونيفرسال أدابتر عشان نستطيع نغذيه ب 3 فولت. هذا الأدابتر بإمكاني أتحكم بالفولتية تبعته، فراح أحوله مباشرة على 3 فولت. الآن الأدابتر على 3 فولت، ورح نستخدم معها هاي الأدابتر عشان نستطيع نطلع منها أسلاك موجب وسالب. نفس الأدابتر استخدمناها الأولى، لكن هاي أدابتر شكل مختلف. الآن بإمكاننا أن نغذي البورد بالطاقة. الآن راح أحط السلك البرتقالي على الخط الموجب، ورح نأخذ الخط الموجب مباشرة ونحطه على لوح التجارب، ورح نأخذ خط سالب مباشرة، رح أختار اللون البني، راح نحطه على الخط السالب وراح نغذي البورد بالسالب. فصار عندنا الخط كامل الموجود عندنا هون سالب، والخط كامل الموجود عندنا هون موجب. الآن راح نغذي رين سنسور بالطاقة، فربط سلك أزرق على الموجب وسلك أصفر على السالب، راح نربطهم مباشرة في البورد. فراح نحط الأزرق على الموجب وراح نحط الأصفر مباشرة على السالب. زي ما ظاهر أمامنا السنسور الآن اشتغل. الآن تبقى علينا ربطهم على شلي يوني، يعني هذه العملية كلها عشان نشغل السنسور. الخطوة اللي ظلت عنا هي ربطها على شلي يوني. الآن آخر خطوة في الربط اللي هي الربط على شلي يوني، فرح نأخذ مباشرة سلك من السنسور اللي هو سلك الداتا، رح نأخذه على على السلك الأبيض مباشرة، نربط السلك الأبيض هذا مباشرة مع السلك الأبيض على شلي يوني. واخر سلك مطلوب منا ربطه اللي هو سلك الجراوند، راح ناخذ الجراوند مباشره من البورد، راح نربطه مباشره على سلك رقم 7 على شليوني. هذه هي طريقه التوصيل. الان السنسور جاهز ومربوط على شليوني، خلينا نجربه مع بعض. سامحونا على طريقه التوصيل، هذه اسهل طريقه للتصوير والتوصيل. الان بامكاننا نجرب السنسور، بامكاننا نضع السنسور هذا في الماء ونشوف شو القراءات اللي ممكن يعطينا اياها. راح احطه مباشره في الماء، مباشره اول ما يدخل طرف السنسور في الماء راح تظهر عندنا قراءة الفولتية، راح تتغير الفولتية عندنا بناء على مستوى الماء عند هذا السنسور. فإذا دخلت السنسور لمسافة أكثر في الماء راح تزيد قراءة الفولتية، إذا دخلته لأقصى مسافة راح تقترب الفولتية من 1 فولت، راح تظهر عندنا على الشاشة الآن. توصل الفولتية عند غمر السنسور كامل في الماء إلى ما يقارب 1 فولت تقريبا. وفي هاي الحالة أنا بإمكاني أبني أوتوميشن على هذه الفولتية، بإمكاني أحدد مستوى المياه من قيمة الفولتية، بإمكاني أني أتابع الفولت كتجربة أولى، أشوف الفولت هذا وين الحدود لما يكون أقل نسبة ماء كم الفولت بيكون، وعند أعلى نسبة كم الفولت بيكون، وكم الفولت راح يكون، وفي الوسط كم الفولت راح يكون. بهاي الطريقة بإمكاني أحدد مستوى الماء بدقة وين هو موجود عن السنسور، وأبني على هذا الكلام اوتوميشن معين يناسبني ويناسب الظروف اللي بحتاجها. طبعا هذا السنسور، هذا الاي دي سي سنسور او الانالوج سنسور متوفر منه خيارات عديده، راح احاول اطلب اكثر من موديل نجربهم مع هذا الجهاز.
نيجي الآن لآخر سلكين موجودين على الجهاز، اللي هم السلك البرتقالي رقم 7 والسلك البني رقم 8. هدول السلكين هم للإنبوت، إنبوت 1 وإنبوت 2. ممكن نركب عليهم سويتش أو بتن أو باينري سنسور. زي ما احنا شفنا في المثال في بداية الفيديو، أنا استخدمت زر الجرس أو زر الانتركم عشان أتحكم بواحد من المداخل. في هاي الحالة مجرد ما ينضغط السويتش بتحول لأون، وإمكاني أبني أوتوميشن عن طريق هذه الأزرار. طبعا بإمكاني أني أنا أتحكم بالجهاز فقط عن طريق المداخل بدون ما أركب أي شيء على المخارج وأعمل أوتوميشن زي ما أنا عملت، زي ما إحنا شفنا في بداية الفيديو. طبعا هاي المداخل متنوعة الفولتية، بإمكاني أركب عليها أجهزة AC من 12 إلى 24 أو DC من 1 إلى 36 فولت، فهذا بسمح لي أني أركبها حتى على الانتركم، لأنه أكثر أجهزة الانتركم تيجي AC 24 فولت، فهي ميزة كبيرة في الجهاز، تعطينا تنوع كبير في طريقة التشغيل. وزي ما احنا شفنا، أنا شغلت الجهاز ركبت عليه input وما ركبت عليه أي output واستفدت منه وعملت automation. من ناحية الoutput القدرة محدودة، عندنا خيارات فولتية متعددة لكن القدرة محدودة. الoutput في هذا الجهاز بتحمل AC لحد 24 فولت ودي سي لحد 36 فولت، لكن بحد اقصى الماكسيمم تبع الجهاز 300 ملي وات او 100 ملي امبير. هذا الحكي رح نشرحه في فيديو قادم ان شاء الله. الاوتوميشن اللي استخدمته في بداية الفيديو عند ضغط زر الانتركم تفتح عندي الكاميرا الخارجية على الهاتف، كان عن طريق استخدام برنامج التاسكر. البرنامج هذا برنامج مدفوع، بستطيع عن طريقه اني اعمل اوتوميشن في حال اني استلمت تنبيه معين افتح تطبيق معين. فكان الاوتوميشن كالتالي: في حال اني استلمت تنبيه من تطبيق شيلي الانتركم بل انضغط بدي تشغلي تطبيق الكاميرا. هذا اوتوميشن بسيط عن طريق تطبيق مميز. اذا بتحبوا نشرح هذا التطبيق خبروني بالتعليقات عشان نشرحه في فيديوهات قادمة. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، لايك وسبسكرايب. السلام عليكم.